بسم الله الرحمن الرحيم. هحكي لكم حكاية بلاد الواق واق. اسمها غريب قوي. دي فين دي؟ دي بلاد موجودة في الحدوتة. حلوة دي، الواق الواق. أيوة، بلاد الواق واق شبه بلدنا بالظبط، وفيها ناس زينا بالظبط. أيوة، بس بيوقوقوا. لا يا حسونة، هم كانوا عايشين من زمان زمان قوي. طيب وليه سموها كده؟ ما هو ده اللي هتعرفوه لما تسمعوا الحدوتة. كان يا مكان في بلاد الواق واق، كان فيه شوية ولاد بيتقابلوا على طول ويلعبوا مع بعض. أنا عايزاكوا تغمضوا عينيكوا، وكل واحد فيكوا يتخيل إنه بقى واحد جوه الحدوتة في بلاد الواق واق. طب قوليلنا شوية تفاصيل عشان نعرف نتخيل. البلد دي كان ليها ملك، والملك كانت عنده بنت واسمها هنية، يعنني ماشي. والبنت دي كانت كل يوم تتسحب وتخرج من البيت وتروح تلعب مع أصحابها الأطفال من غير ما يعرفوا إنها الأميرة هنية بنت الملك. شوف حد بيعرف يجري بسرعة قوي كده وكمان بنت. وفيها ايه بقى لما تبقى بنت يا حسونة؟ لا مفيش. تعالي يا هنية نلعب مع بعض ونسيبهم. لا خلاص العبوا معانا. هنلعب ايه تاني؟ نلعب ايه؟ استغماية. محدش فيهم كان عارف انها بنت الملك، ومحدش فيهم كان عارف إنها كأميرة بتتمرن طبعاً على الجري والتنشين وركوب الخيل والسباحة. بس هي كانت بتحب تلعب معاهم عشان مفيش حد فيهم بيحسسها إنها مختلفة.